أم يا تشادي يا مهد الأسود، يا منبع الأبطال ذوي العزم الأكيد، لغدت يا تثار يا وطن التليد، أم تشادي أم تشادي. بلاد توماي بلد الخير وبلد الأصالة والشهامة والكرم. نتكلم عن الإطار الوطني، السين دي بي بيقول الإطار الوطني للحوار السياسي، نتكلم منه هدف شنو أو الأوبجكتيف هكذا تأسيسه، أسسوا أوبجكتيف هكذا شنو، والأمين العام هو رئيس الإطار الوطني يتكلم معي. سيادة الأمين العام، أنا طبعا كلامي في البداية بقى كثير عشان دي مقدمة، بس عشان اليوم نتكلم في سياسة الحزب. سياسة الحزب أنت بصفتك الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، من الملاحظ في الأسابيع دي في احزاب تانية تجب تنضم لحزب الحركه الوطنيه للانقاذ، واخيرا شفنا في احزاب انضمت وفي احزاب اليوم بيقولوا دايرين ينضموا لحزب الحركه الوطنيه للانقاذ. كلمنا السياسه شنو استوتوها الاحزاب دي جات انضمت معاكم في حزب الحركه الوطنيه للانقاذ، سياستكم شنو؟ شكرا السيد علي وجماعه، السلام عليكم المشاهدين، السلام عليكم. الحركه الوطنيه للانقاذ الام بي اس ده مهما يقول الناس ولا مهما يقول الأحزاب ولا مهما يقول يعني بالفرنسية بيقول الاسبري كريتيك، أفضل من ام بي اس ما في، أفضل من ام بي اس ده في 28 سنين شفنا ما في، تمام بالفرنسية نيا با ميو كو الام بي اس. في 28 سنة ممكن 28 سنة ده حيانا إنسان فيها اليوم الناس شباب قموا ولدموا قموا قروا وكملوا وجو قاعدين، ده بس اللي في تيت حكم الام بي اس ما شافوا قبل ده شنو. الانسان انت كان ما شاف قبل ده شنو، ما تقدر توزن تقول
الأمس ده كده ولا اليوم ده كده. وبعد من الناس شافوا أمس كيف واليوم كيف، يعني زي الليل والنهار. صحيح. ما في فداية نقولوا إمبيس سوى دا ولا سوى دا ولا سوى دا سوى دا. التاريخ والحركات الكل يوم نشوفوها، وال الشيء الرئيس بيقول للناس ولا البامل للناس ولا كيف اليوم المستشفيات، كيف الدراسة، كيف الطرق، كيف المدن، كيف الكهرباء، كيف المويه، كيف معروف. يعني كان قلنا نقول في كل سنة سوينا كده سوينا كده سوينا كده، ما نقف أجر يعني. صحيح. وبعدين في تشادين من بدري قالوا أنينا ده مناضلين. بعد من التشادين بيقولوا لا الام بي اس شغل جاي بعمل ده، كان كلنا ندخلوا فوق ما يكون ديمقراطية. لازم أنينا كله يكونوا من جانب ونشوف أنين تركيدنا كده. الناس ماشيين كده. بعد من الناس شافوا قالوا لا أنينا هدفنا ده مع ام بي اس ده سوا. وشيء الام بي اس اليوم جاي يعمل ده شنو؟ جاب العافية في الجاد، جاب الحرية في الجاد. الإنسان مهما يكون الحالة دي أي شيء، إذا الإنسان ما هو في نفسه ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يسوي شيء. وبعدين الإكزامبل المعروف ده عن ليبيا. قدافي لما شال الحكم عمل كل شيء مجان، كل شيء بلاش. الشعب الليبي ده حتى الدين الزيت اللي باكله في بيته ولا الرز ولا اللبن كده كله جراتوي، يعني مجان سبفنسيوني. عند كل شيء الا بس ما عند الحريه. بعد 40 سنه قال لا انا كل شيء اللي تعمله ده سهي قدافي، لكن انا ما عندي حريه. عمل ثوره. صحيح. هنا في تشاد مرض من الديكتاتورية ام بي اس قال حريه. كل زول حر في نفسه. هذا شيء مهم. صحيح. هذا شيء مهم. صحيح. ده الاول عند الاساس الحريه. العذاب ديل شافوا بكون سهية الام بي اس ماشي في طريق ده. اخر بجوا وبخدموا الام بي اس سوا وبمشوا قدام من بدل يقودوا ولا في المعارضه ولا هم قاعدين عليه، يعني قاعدين بيهزبهم وما بيزودوا. اخر كان جو في الام بي اس ده وامل مع الام بي اس ده قتلى ومشوا قدام. ونشكرهم يعني. نشكرهم فهموا ونشكرهم. ما اليوم بس بدري الناس بدوا بدخلوا في الام بي اس، عذاب بدخلوا في الام بي اس بدري كثير دخلوا في الام بي اس. تمام. دول الاحزاب الاساسيه شافوا كونه الام بي اس نجحت والام بي اس ديمقراطيه، في ذلك قبلوا في البيت الكبير، نسميه كونه قبلوا في البيت الكبير. في احزاب اخرى كل دايره تدخل معاكم في ام بي اس. هسه في احزاب كثيره جدا شافت احزاب دخلت وهم كل اساسا ناويين يدخلوا في الام بي اس. هل عندكم شروط تقدموها لاحزاب الدايره تندس معاكم في الام بي اس، ولا انتوا شروط ما عندكم البدور يندس عليه يجي؟ لا ما عندنا شروط. ما عندنا شروط زي كل بارتي بوليتيك ولا زي كل منظمه في الدنيا في العالم. الانسان لما تجي تشيف الناس ديل يعني شنو دستورهم، شنو اللوايا الداخليه، بيشتغلوا كيف، بيشوفوا كيف. اذا اعجبك تجي ما في مشكله. ما عندنا شروط كده للناس، لكن الانسان كان دخل يدخل في المول. المول ده يقول ده طريقه ده طريقه ده طريقه بس. تمام. كلام ممتاز. كلام ممتاز. بالنسبه لي في بعض الاحزاب السياسيه انضمت في ام بي اس، في بعض الاحزاب السياسيه ما انضمت، لكن ما دام الشعب تشادي عندهم الحق يشاركوا في في في, في الحكم. في بعض الاحزاب السياسيه انطوهم منستير، عينوهم في مكان معين. يعني واحد مجرد ما يعينوه منستير وهو حزب اخر ما حزب على ام بي اس، لو جاء الناس اللي قاعدين قدامه كله بيقشوا وبجيب ناس حزبه. لو سالته يا جماعه الكلام ده ما صحيح، بيقول لك لا انا اصلا جابوني عشان نخدم باريتي حقي. الناس والناس دول اساءوا لحزب الام بي اس صراحه. يعني تمشي منستير فلاني تلقى منستير اخضر حزب فلان، منستير فلاني منستير اصفر حزب فلان، منستير فلاني يعني كلها الدوله لونوها بالوان، والكلام ده بيسيء حتى للحزب الحاكم. انتوا رايكم في الكلام ده شنو؟ وفي الجمهوريه خصوصا في الكاترين ريبوبليك، تقول للناس دي شنو؟ طيب بعد من العذاب مضوا مع ام بي اس اتفاق. في الاتفاق ده بيقولوا نحكم سوا.
نحكم سوا البروغرام حنا الرئيس ده أنينا نعاونوك فوقا لكن كان الرئيس نجا أنينا نحكم معاكم سوا بكده سوينا اتفاق تمام. طيب بعد من الأحزاب الرئيس بشيف منهم ياتو زول البقدر بخدم في الحكومة عندك فاء بشيلو بجوبو في الحكومة بنتو ديك بسو بديكري بخطو وزير تمام وزير وطني تمام لكل شارين لكن معروف بكونه عند حزب صحيح وعمل اتفاق بقول أنا نشتغل نساندكم لكن نحكم معكم كل كده ما بكون التاريين كل عندهم دروا صحيح لكن الناس وقت يدخل في الأحزاب ويشارك ويسوي على الشرط الهزب ممكن بلخان بشيء حتى الدين ده الإنسان لما يعبد ربه ويطيع الرسول ويطيع الولي الأمر لازم الشيء ده فيه الله وأدب الشيء وأدب الجنة وأدب الجنة صحيح عشان كده أيوة حتى الأحزاب بوعدوا الناس بقولوا كان أنينا حكمنا ممكن أنت تلقوا بكان بعد من الناس بشوفوا بقول التشاهدين ده كله لازم نشارك الكادر ده كله نخدهم بعد من الناس بقولوا لا أنا ده بكاني ده أدوني لي ولازم نشارك مع الرئيس ونجيب أنا كل الناس اللي بشاركوا عشان بعونوا الناس ده يعني شيء الكائن لكن فورمال ما كده ما تجيب زول انت تشتغل بس اللي لام بي اس بس وكده من بدري كان ام بي اس بكلمك ده تربي ام بي اس كان جابك لازم تشارك وتمشي في السياسه على شرط تكون سياسه الرئيس كلام ممتاز كلام ممتاز لكن انت في شايفك ايه كونه انا جابوني مينستر علي فاضل جابوني مينستر ببارتي فلان جابوني مينستر خطوني انا احنا ما دهرناك تجيب ناسين ثلاثه اربعه من ناس بارتاقك ما دهرناك لكن كونه الناس اللي قاعدين قدامك كلهم تقشهم تجيب ناس حزبك ده هل بيشرف الحزب؟ لا ده ما بيشرف الحزب لكن الشاد ده هن التشاهدين كله ما ده دورنا الشاد ده هن التشاهدين كله أشاركوا مع الرئيس ولما شاركوا مع الرئيس هو رئيسهم رئيسنا الشاد صحيح والحكومة ده كبير الرئيس إذا الرئيس خطاك تشارك التشاهدين ده كله ما ممكن تقول ام بي اس وهيدا ما ممكن تقول بارتي يعني اخر ده وهيدا لكن التشاهدين الكل القاعدين الكوادر ده الزول اللي عنده استطاع وعنده كفايه تشارك ما بشرط كونه يكون من حزبك ايوه ما يكون يعني ديبا مثل شيء ده ام بي اس داير شيء وهيدا ولا الرئيس انت معلومات بكل بلا ناس انا ام بي اس ما تشيلهم لا الكوادر التشاهدين اللي بخدموا في المينستير ده الفوت الرئيس والما فوت الرئيس كله عند دروا مثل الناس الرقابة إلا كفايته إلا قدرته تمام كلام ممتاز خلينا بعد الأحزاب شفناها دخلت في MPS وكون إيدكم ممدودة البدور يندس خليه يجي يندس خلينا نتكلم في الرياليزاسيون في الإنجازات حزب الحركة الوطنية إنقاذ في مجال حرية تكوين الأحزاب السياسية MPS سوت شنو خلال السنوات اللي فاتت في المجال ده الام بي اس لما وصلت بحيث الرئيس قال ما جبنا ولا ذهب ولا فضه الا بس الديمقراطيه والحريه تمام الرئيس قال كده تمام الرئيس لما قال كده الناس خلاص ياتوا كله قمه وبقول انا نسي هزب ولا بقول انا نجي نلم اثنين ثلاثه نسوي هزب كده مشينا في الكونفرنس ناشونال تمام الكونفرنس ناشونال بعد الكونفرنس ناشونال عملوا شارت عملوا لوا عملوا كده الكونستيتيوشن والكده والناس بدأ بتكونوا الأحزاب بدأ بتكونوا لما جينا في الفوروم وكي جينا في الفوروم بعد 27 سنة بعد 28 سنة MPS دخل التشاهدين لما قالوا انتو شغلكو ده حرية سهي لكن حريتكو دي أنينا ما شايفين نتيجة منا بل الزكاه ده متاجه لشيء ثاني بدل الناس تلوم وتسوى احزاب كبار واديل ونشوف الفائده يعني البلد كل زول كان قام بزي حزب كل زول كان قام عليه خشم بيته بزي حزب كل زول عليه كانتون بزي حزب كل زول عليه نفره بزي حزب ده ما ممكن لازم الحكومه تشوف الشيء ده تعمل لهم بارير وتعمل لهم تنظيم تنظيم
ونشوف بعد ده يكون كيف. ده الجش الأوردنانس 20 ده. الأوردنانس 20 لما هسه الحكومة شالت الأوردنانس 20 كل بارتي لازم يشوف الجايد ذاته لازم يشوف في لب الأوردنانس 20 ده شنو قالوا عشان يتابع. كان ما تابع مبكر ويلقى حقه ولا البدور بكون بارتي كل بيشيف بكون بارتي بكون كيف إذا زول قدر خلاص بيش ما قدر إن الله غفور رحيم. تمام يعني المفهوم من كلامك كونه الحركة الوطنية الإنقاذ أدت الحرية الكاملة للناس الدايرين بأسسوا أحزاب سياسية. أيوة شغلنا ما الجمهورية، الجمهورية إلا اللواء، بلا اللواء ما فيش جمهورية. والأوردنانس بيجي اللواء أنا الجمهورية، والفرنساوي بيقول نيل نيسانسي إنيوري لا لوا. يعني زول كده بيقول أنا ما نعرف اللواء ما في. صحيح. اللواء خلاص قاعد في كادو بعد من الناس بعد من العذاب بيقولوا شيء ده لازم نشوفه. جو في سي إن دي بي قالوا لازم نشوفه، سي إن دي بي قاعد بناقش فوق بشيء. وين بكان الأرتيكل اللي كده اسكي يقدر عدلوه ولا كيف؟ لكن الأوردنانس كده خلاص قاعد. تمام هسه حاليا ما دامت عرفنا كونه في حريه في اي انسان بدور بكون حزب كله ما دامت اذا التزم بالاوردنانس ده خليه يكون حزب ما فيش مشكله، لكن في نفس الوقت ناس بيقول لك الاوردنانس 20 ده او الامر 20 ده بقيد تكوين الاحزاب السياسيه، لان في الاوردنانس 20 بيقول اذا كان اي حزب سياسي سواء الموجودين اللي قاعدين ولا البدور ده حابه بكونه كله لابد يكون عندك 12 بيرو في الاقاليم النشاط المختلفه. ايوه لابد يكون عندك 12 بيرو وفي الاقاليم المختلفه حتى تكون هزب كم ديلك ما عندك ليه ما بتكون هزب. أيوة. وده في بعض الناس بيقولوا لا ده كلام ده تقدرين تقيدوا حريتنا 12 بيرو احنا نلقوا مين 12 بيرو ده ما محتاجات كل بيرو محتاج ميزانيه نلقوا مين. انت رايك شنو في الكلام ده؟ انت الزول لما تكون هزب ولا قلت للناس كي تكونوا هزب ما لازم عندك امكانيات تبدو فوق هزبك ده وتشوفوا عندك افكار وعندك ميزانيه يكفي حتى تدخلوا. صحيح. يعني كده بس شان الحريه بس ما عندك ناس في الشات ده كله في 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 ثلاثه اقاليم ولا في الاربع اقاليم ما عندك ناس بس تقول انا هيني في جمينه ولا انا هيني في مندو ولا في مونغو ولا في ابشي خلاص نشيل الساكوش بس نعمل البارتي. الناس شافوا في الفورم قالوا لا ما ممكن الا يكون في 12 اقاليم. ده كلام الشعب. صحيح. وبيجي اللواء نيل نيسانسي يوري لا لوا شغل ده دليل اليونغسو اللي بيقول لهم في سته ولا في سبعه ولا كده. البروفنس كم هسه في كات 23 ولا قالوا في 23؟ صحيح. اللواء قال في 12 في 12 من 23 تختار 12. ايوه يعني اول قالوا 23 شرط ممكن بيقول قوي ولسه البارتي صغير لكن 12 انت انساني عندك كفايه دور تبقى. يعني البارتي بوليتيك شنو؟ البارتي بوليتيك بالفرنسي بيقول سي اون ماشين ا غاني لي زيليكسيون. صحيح. انت لما تعمل الهزب ده داير تشيل الملوك. صحيح. انت داير تشيل الملوك وما عندك ناس في الاقاليم تشيل الملوك كيف؟ ما بقى. وهذا وللاسف ده الاسى حاليا ده مشاهد. يعني في بعض الاحزاب دي بسموها احزاب كرتونيه، حزب بس ناس كلها ما عندك، حتى ولو اجتمع 200 زل ما عنده وعنده حزب، وحتى الناس الدول الثانيه بتنظر لنا يعني بصوره تعجب. يعني كيف حزب موجود في دولة حزب ناس ما عنده بقى حزب. يعني احنا داير نعرف منك يعني الو انت رئيس السندي بي او الاطار الوطني في المستقبل كده انت شايف الاحزاب السياسية لسه موجودة 200 وكم دي انت شايف ممكن تزيد ولا تنقص؟ لا على حسب اللواء قايد. انا ما اقدر نقول تزيد ولا تنقص. اللواء قايد وانتش اللواء قالت في 6 شهور الاحزاب لسه قاعدين خلاص مكونين ده يكونوا الشرط عندهم اساس في 12 في الاقل 12 اقليم. الزول الجديد بدور بسي عند سنه بعمل الانكيت بعمل كده عند سنه عشان بكون الاقل في ال 12 اقليم ده وينتو تصريح. نرجو نشوف بعد سنه. في فكره في الفورم كان الناس طرحوها، في فكره قالوا يا جماعه الاحزاب لسه موجوده في جاد دي احزاب كثيره جدا لكن بعض منها دي احزاب ما مهمه ذات خليه يدمجوها. يعني مثلا خليه يدمجوها في 3 أو 4 حزب ويكون احزاب 3 4 لكن احزاب قويه. في بعض الناس اعترضوا قال الكلام ده انا ما راضين به، وفي بعض الناس من رؤساء الاحزاب بس قالوا الكلام ده راضين به. انتوا في حزب الحركه الوطنيه انقاذ رايكم شنو في الفكره دي؟ لا الكلام ده ما كلام دي ده سانينا كان ماشيين الكسيون ولا ماشيين كده يوم واحد كده ام بي اس مشى الكسيون ولا ولا في ما في نفس المجال. نقول يا جماعه تعالوا زول البدور بدخل في البروجرام ده بيجي دائما عنينا مفتوحين.
الاخرين كله ممكن يقدر يعملوا كده. هسه عندنا ناس بيشوفوا البرنامج على ام بيس بيقول انا حزبي ده خلاص نجم ديس في الام بيس، الاخر بيقول نجم ديس في ام بيس. ممكن كده نبقى كبار عندنا، ممكن الاخرين بيعملوا كده، لكن انا ما نقدر نقول للناس لموا اعملوا كده ولا لموا ثلاثه اربع سو بارتي ولا كده، لا ده ما خدمتي انا. انا خدمتي ده ام بيس نادم البدور بيجي بدخل فوق ننتو طريق مجال بدخل معنا عندنا زي البحر ماشيين كل شيء نشيلوه ماشيين داخل. تمام كلام جميل جدا. ده بالنسبة لحرية الأحزاب السياسية. طبعا خلاص خلينا الملف ده نسد كونه ام بي اس أدت الحرية منذ 28 سنة أنطوا الحرية في تكوين الأحزاب السياسية. خلينا نتكلم في الإنجازات الثانية، إنجازاتكم في مجال البنية التحتية خلال 28 سنة، شنو اللي تكون في في مجال البنية التحتية؟ كل سنة إذا نعمل البيلان نحج بال إنجازات. وقت البدين الكلام قلت لك في 28 سنة، يعني اليوم كان نشول جاد ده نشوفه من سنة 1990 و 2018 ما قلت لك زي الليل والنهار. صحيح. نقدر نذكر لك حاجات كتار يعني حتى في مجال الصحة، مجال الصحة، مجال التربية والتعليم. تمام. مجال التعليم الآلي. تمام. مجال الزراعي. تمام. مجال الطرق. تمام. يعني مجال الشباب والرياضة. تمام. مجال تطوير المرأة، تطوير النساء. تمام. يعني في كل دومين MPS وحكومته على الرسم إدريس دي بيتنو الرئيس، يعني عملوا إنجازات كده، يعني شيء ملموس ما شيء يقولوا بعد ده نسوه ولا بعد عملنا ده كده. وعملنا كيف؟ عملنا بالرسورس شوية حتى لما البترول جاء سنة 2003. البترول لما جاء سنة 2003 ما وقف بل سنة 2014 بس. صحيح. 11 سنة بس. ما شيء يعني عند 50 سنة ولا 60 سنة أصبح فوقه. وفي بين 2003 وبين 2014 كذا 2015 ما خلاص دخلنا في الهزمة. الناس لازم يشوفوا الشيء اللي كان ده شنو. هسه اليوم كل شيء واقف ماله. ما شاء الله الإمكانيات ما في، والكريز هو ألمي. ما إلا في الشات. قبل ده. اليوم إقليم كده. بقول ما عند مستشفى اقليم كده، ما عند بنا هنا الليسي ولا هنا الكوليج، حتى اليونيفرسيتي خلاص بدا بكون في اي اقليم. والطرق زمان تقوم من جمينا تعمل 3 4 يوم توصل ابش، تعمل 4 5 يوم توصل صار. صحيح. في الخريف يعني. اليوم تقوم الصباح تسلي الدور في ابش، تقوم الصباح تسلي دور في سار. هذا شيء ملموس ولا في الطرق. صحيح. ما 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 في داعي نقولوا لا ناخش فوق سوا ولا ما سوا كده، ده ما معروف. بس الانسان هو الانسان. صحيح. ما كان تمام ده في مجال الطرق كون انا مبشر جمينا، ده ما كلام كويس جدا، لكن انت شايف مدينه جمينا طبعا في مال جيسيو او كمان عدم الاداره الرشيده، لان مدينه الجمينة احنا دائما بنقول تقى مرآه افريقيا او فيترين ديال افريقيا، لكن انت شايف صورتها دي، وده الناس بيقولوا من فشل سياسه الحزب في عدم بناء، حتى اصلا الجمينة ما قدر يبنيها. بتقول شنو في الجمينة مبنيه. زورهم قال لي الجمينة ما مبني ده، يعني ما قال السهي. بس كان جينا في الخريف فيها مشكلة. الأرض ذاتها نجمينا كيف؟ صيني. أيوه. اليوم كان الأسمة دي كانت في مونغو ولا كانت في فاير ولا كانت في أبشي ولا كانت في سار ولا كانت في ما صار. صار شوية بشبا نجمينا. ما يكون ما الكلام ما يكون زي اليوم ده. نجمينا بكان التراب ذاتها كي ماريكاج ماريكاجو. بكان ده تينا. وبعدين الاوربانيزاسيون كان شيء يعني بيجي بوم. الناس البرة ده كله اليوم 20% 20% انا شاب التشادي ده عايش في الجمينة. الجمينة. وسعت.
الصالح. وقت تشاد لقيت امكانيات انجمينا بدات تتطور سهي سهي. كانيفو الطرو القدرون وكل شيء ماشي والاربانيزاسيون. بعد دخلنا شيء في الكريز. الكريز ده اللي هي مش انجمينا ده عند وجه اربعه ولا خمسه. انجمينا هي مدينه. انجمينا هي عاصمه عن البلد. صحيح. انجمينا فوق ال يعني الحكومه والمنظمات الدوليه. انجمينا اقليم. الاربعه ولا خمسه اشياء ده كل كده مربوط في انجمينا. صحيح. اذا مربوط في انجمينا لازم يكون الجيسيون ده يكون جيسيون عن المدينه. والمدينه تكون عاصمه. كيف؟ هسه انت في بيتك تكفي شيء؟ لا انا استقر. كيف؟ ولا سكن ويدا. حتى الوسخ والاخر في زول بدفع شيء؟ لا هو اصلا في زول ما يمشي للوسخ. الناس برجو كله من الحكومه. لكن الحكومه ويدا ما تتم الانسان انت ذاتك تشترك. صحيح. المفترض كل المواطنين يشتركوا. عشان انت عايش في مكان وانت لازم انت ذاتك تكون زول في على نفسك ذاتك النظافه ده من 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 الايمان. الانسان انت ذاتك تشارك. صحيح. تدفع التاكسي يعني. تدفع التاكس قشم بيتك تعدله وساخه ما تخلي شغل المعدن ما تسي الكانيفو ما تصف فوق وسخ كل شيء جاي من ده. ما الا الميري ويدا بس ان ده فوت ما الميري ويدا بس ان دخل ما المير ويدا بس ان دخل حتى الشعب العايش داخل ده ان دخل سهي بعد من المحلات لسه ما فيابيليزي. وما تشوف علوم جمعنا الناس دول يقوا كده بس بتروكا دول ب ب ب ب يعني ب بقدرون وبكده. زمان كان خريف جاء زول من بلولو ما يقدر يمشي كليمات. زمان كان خريف جدا من 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 بلولو ما تقدر تمشي كليمات عشان البوت انا كليمات ده قاعد بتحرك من كل شيء. وبكان ده كله بوته وهيني كله بوته. تاريخ واحد ولا اثنين بس ده من زمان من فرلمي زمان. وكل مره يعني الحكومه تعمل برنامج وتعدل تعدل تعدل هسه اليوم زي الدوزيام اروندسمان هيني ده الزمان الناس ده كان ده بنادو زمان هيل نصارى. هيل نصارى اليوم ما في الشارع ما عنده قدرون كل الشوارع عنده قدرون. ده بالنسبه للدوزيام ده هنا بكان هسه قاعدين ما لهم عشان برنامج والناس ماشيين كده. صحيح. ناس ماشيين كده ليش نبدل بمشوا بعدين جات الكريز. الكريز وقفت الشيء يعني باكر بكره اذا الناس الكريز الرفع تقتل بس أنا احنا موافقين وممكن الناس اللي قاعدين بيشحتوك حاليا يوافقوك في بعض الكلام لكن بعض الكلام محتاج الى شويه نحللها. يعني انت لما تعين ناس او تنتخب ناس المير دول في البلديات في المفترض المير دول من هدفهم ايضا يشتغلوا يعني على الاقل في موسم الصيف ده الاماكن اللي بترقد قلمي دي يصبوا فوق التراب زول بصوا فوق التراب ما في زول بنكوت ما في لما الخريف يجي المواطنين دي حالهم انت شايفها في الخريف دي. الرئيس الجمهورية عطاهم 72 ساعة سوزان دوزير عشان يعدلوا البلد دي. ايضا انجمينا مثل ما انت قلت انجمينا يعني قدرتها اليوم فاتت قدرتهم لهم هم. شفنا السياسة الجديدة في كاترين ريبوبليك شنو يا سيادة الأمين العام؟ السياسة الجديدة شنو عشان نخرج من الأزمة اللي هنا أسا فوق دي أزمة العاصمة انجمينا والألم الراقد ده والوطن الأصلي أنت شايفه بعينك دي. أيوه الألم الراقد ده كان حتى يكون يا توميري ما يقدر يعمل شيء إلا يكون برنامج أنا حكومة. أيها. اللي يكون برنامج هنا حكومه نظام حكومي. يعني بنادو بلان دي اوربانيزاسيون تري بي و بلان دي دريناج دو اللي تجمعنا دي هي راكده كده باسي ما عنده مكان كده اللي يجري فوق ولا اللي بدرب درب. صحيح. والشيء ده بيكلف كثير. بيكلف كثير. لازم الحكومه يعمل بلان جديد. الانتخابات بكونوا ممكن قريب بعد ده الناس بشوفوا ما قلنا الناس القاعدين ده كله كأدلين والناس القاعدين ده كله هواي لكن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على حسب قدرتهم بخدمه. صحيح. على حسب قدرتهم بخدمه الشغل ما قدرتهم بخدمه. عندنا كم سنة كده الشوارع ده ما انقطوا زي ده. السنة المطر تقيل والمطر زي بيجي تقيل في أي عالم في أي دنيا في بعد من الناس عندهم بون عندهم كل شيء عالم يجي يشيل يفوت. صحيح. ما منهم هم. صحيح. نادو كاتاستروف. نادو كلاميتي شغل ناتشورال جاي.
السنة في جمينا كبة مطر شديد تقيل ونجمينا ما قدرت هملتها لكن كان مطر كان شيء خفيف ممكن أدى كله ما بيبين ومن ده جاء ببقى الدرس يعني عشان الناس تشوف الدرب يونا أيوة الناس المريسة قاعدين ده يعملوا بروجي ويشولوا الاختراع ده ويقدموا للحكومة انت كلامك ده سياده الامير لهم حلو للمير المير المير دول لهم سم وكلامك ده انت رفع منهم تقيل لا ما رفعت منهم تقيل نقل مسهيشن ما كل شيء نقل فينا اني سيادنا اخترنا من الناس دي بقدموا بشنو ما بالاندوم ما هو صاحب الاندوم لكن أيوة. ما حتى الانساني عندك تراكتور عندك ماسونيز بات عندك كل شيء اذا حرات زري والمطر جاك بزياده من شيء انت ممكن تتلفه تتلف سي اوكي صحيح ما هو كلامك صحيح عشان انا ما ندور النقطه دي نهج فكه كثير لكن على الاقل الميري ايضا في بعض الميري ما كلهم نقوله كويسين لكن بعض المير او العمد قصروا سياده الامين العام احنا انجازات الحركه الوطنيه انقاذ انجازات كثيره جدا ما نقدر في حلقه واحده نكملها مثل ما ذكر في مجال البنيه في مجال حريه الاحزاب السياسيه في مجال التعليم في مجال الصحه امل كثير شيء قصروا فوق ما في لكن على الاقل في بعض الملاحظات الناس شافوها لابد نتكلم مع الأمين الآن فيها في الملاحظات بيقولوا في المفترض أي إنسان تشادي عنده كفاءة إنسان قاري إنسان متعلم في المفترض إذا كان مستواه ده بيستحق كونه يدو مسؤول يدو مسؤولية ما فيش مشكلة لكن الناس بيقولوا من سياسة حزب الحركة الوطنية إنقاذ الإنسان البنطو منصب ده لابد أن يكون ينتمي إلى حزب سياسي يعرفوك بارتي حقه ياتو حتى ننطو مسؤولية إقليم ياتو ريجون حق ياتو يمثل ريجون يعني الدولة في المفترض ما يقسموها بريجون الدولة في المفترض ما يقسموها بأحزاب سياسية حتى ولو كل الناس البقوا منستر في الحكومة الجاية كل من إقليم جيرا أو كل من إقليم ودي مدام هم عندهم كفاءة يدوهم بس ما بشرطهم يكون ينتمي إلى إقليم فلان أنتو منصب فلان إقليم فلان أنتو منصب فلان أيضا الناس محللين بيقولوا الكلام ده خطأ ومن سياسة الحزب الحركة الوطنية ينقص في المفترض الكلام ده يصلحوه الكلام اللي سميته من خشمك انت انا سميته من خشمك انت ويكون ممكن كلام انا جورناليست لكن ما فيش في العالم دوله كده تقول انا الزول ده نشيله اللي يكون من اقليم كده لا ده ما في حتى في سياسه انا حركه الوطنيه الانقاذ ما في حتى في سياسه انا الرئيس ما في حتى في الحكومه دي ما في يعني ما بشرط انه يكون من اقليم فلاني لا 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 ابدا الإنساني أنت في 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 مجال الداخلي أنا سياستك زي حس بقوله أنت إنساني داير تكون حزب سياسي لازم تكون عندك شنو بقول السلول في عشرة إقليم ممكن ده أنت في الحزب تعمل تقول انا في مكان كده ناخذ ناس كده 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 عشان يحصوم لي ام باكر بكون انا عندي ناس في 10 اخلي صحيح لكن في السياسه الوطني اذا انت حزب الحاكم زي ام بي اس هسه تقول انا نشيل الزول ده ناخذ طريق اللي يكون من اقليم عشان يخدم الحكومه ده انا اقليمه زي مينيستر دي ليفاج في مكان كده معروف كان ليفاج كده الانسان يبقى الله بلدك بس انا ليفاج وبيجي ببقى مينيستر انا ليفاج ما في فيها مينيستر انا انتيريور فيها مكان كده الله يلد فوقه والله يودي فوقه بس يكون الا شرطا مينيستر انتيريور يكون من زول زي ده لا على حسب قدره الانسان وعلى حسب كفاءته الرئيس يشوفه بيقول هدى كان خطيت هني ينفعني كان خطيت هني ممكن يقدر يخدم كان خطيت هني ممكن تكنيكا يقدر يجيب لنا كده كان خطيت هني ممكن يكون سياسي كده لكن شغل شرط كده بس يعني تمام. إلا الزول دي يكون من كده وريبريزنتان كده ده إلا كان في مجلس التنفيذي في المجلس التنفيذي لا المجلس أنا هم نتكلم ده, ده شيء تاني لا المجلس لكن في الحكومة سياسة زي ده ما في ودي برضه أنت سميتها مني أنا كلها كان اليوم سميتها منك أنت بس سيادة الأمين الآن يعني كونه ما هم بيقولوا شوفوا الجوفرنمال الجديد الأسد الجوفرنمال الجديد الذهاب الناس الشكلهم دول شوفوهم يا جماعة رجوعنا فلان انطوتو كم رجوعنا فلان ثلاثة مينيستر رجوعنا فلان أربعة مينيستر لا دم 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 كلام الأشواي في الشارع ده كلام هنا الشارع يعني كلام ده ما صحيح بعد من الناس بيقولوا فلان كده بيجي بسو كومينيكي بيقول فيليسيتاسيون للرئيس أني الرجوعنا نيجي كده لا ده غلط ده إمباز ما بيسي الإنسان السؤال سوى في رأسه ده كلام الرئيس عارف التشادين ده يعطوه الكوادر ده يعطوه الزور كانوا خطا بعرف ما لا خطا مشان شرطا هم من اقليم كده لا
ما شان شرط انه من يقلم كده الديبوتي في الفوت يقولوا يقلم كده يبريزنتي تل كانديا يقلم كده يبريزنتي الكانديا لكن لما خلاص فوتي من يكونوا وطنيين وكيف الحكومه تشتغل تقول هي حكومه الاقليم ولا حكومه النفر ولا حكومه انا كده ده كلام ده خطا كلام انا الشارع ساكت ده ما كلام سياسي يعني كلام انا احنا زمان بنسمعه كله كيف بيقول الجوفرن ما شكلوها دي من رجوها انا فلاش من رجو فلان شالوا اثنين رجو فلان شال كلام ده خطا ساكت ده بس بنادوا ريجيوناليزم وكوميونيتاريزم ما بنفل بكتو للشات كل يوم تسمعنا عنينا في الام بي اس نقول الكلام ده الكوميونيتاريزم ما عديل الريجيوناليزم ما عديل التريباليزم ما عديل الكونفوسيانيزم ما عديل ده كلام ده بس بالفعل وبالفعل ده كلام ممتاز جدا وألوم سيادة الأمين الآن أظن كثير من الناس القاعدين بيشاهدوا البرنامج ده لهم الكلام ده يسمعوا من أمين آم حزب الحركة الوطنية الإقليم وشنو؟ الإقليم ذاته وشنو؟ الإقليم الحكومة بس قررت تقول بكان كده كده يكون إقليم كده أم باكر ممكن الحكومة تقول بكان كده 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 لما ما كده صحيح ولا فيها شيء ده ما دولة دولة لكن الشاد ده هو واحد والتشاهدين ده كل كي مساوين يعني انا ندور نفهم منك اخيرا سياده الامين الامل اخيرا ندور نفهم منك يعني من بعد اليوم ما تخطوا في راسكم كونوا الحكومه شكلوها امس دي كونوا فلانين شالوا من رجوع فلان ثلاثه من رجوع اربعه ده الكلام ده خطا يعني ممكن كل المنسترات الجايبينهم في الحكومه الجاي ممكن كلهم يبقوا من الرجوع واحد اذا كان عندهم كفاءه من دخلنا في الكاتريم ريبوبليك الرئيس وصانا ادانا اوامر كل زول بيجي منيستر ومن ميليتان هناك ام بيس نادوا كلموا الكلام ده قلنا لهم شنو الرئيس انتانا عنينا تعليم شنو الوزير يجي بيقول له السيد الوزير انت بقيت وزير انت في وزير في الدوله ومكانك كده تخدم الشعب انت ما شعلوك عشان انت من اقليم كده ايوه ممتاز كل الوزاير تسمو الكلام ده من خشمي انا الرئيس اداني اوامر وقلت له تكونوا 10 20 اقليمكم سوا تقدموا الشعب ما فيش اقليم كده بقول انا لازم اللي ينتناد من اقليم ده يكون وزير لا ما في الزول الايونو وزير ده يقدم تشاد عشان يمرق من من الهزمه ال 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 الاقليمي ده وال كانتونال والسوبرفكتورال واشبه ذلك ما هو الكلام ده كله الوزائر القاعدين عندهم الخبر والكلام ده مارق من الرئيس ادانا اوامر وقلنا له لكل زول قلنا له هسا كلام تقول ده الناس ما عندهم ليه خبر بس بقالوا في الشارع لكن المينسترات يعرفوا قدر كل زول كان بيجي منستر بيجي منستر للدوله ويخدم الشعب ما يخدم اهل ما يخدم اقليم ما جاء من الاقليم وما جاء من علشان ما زول يجاسو كونكور ولا ما شو فوتي هو مين بقاني اقليم كده جابه الرئيس اختاره قال انت زول كده تكون وزير بكان كده تخدم الشعب ممتاز ممتاز ولا. يا جماعة طبعا انتوا سامعين ومتابعين معايا سيادة الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بأكد الكلام الناس اللي قاعدين بكريتيكي الحزب ولا قاعدين بنتقدوا الحزب بيقولوا سياسة الحزب كونه الحكومة بأينوها من منسترات كلها من رجو فلان بشولوا اثنين من رجو فلان بشولوا أربعة من رجو فلان بشولوا واحد ده قال كلام شارع الساكت كلام ده ما صحيح اي انسان عنده كفاءه الرئيس بنطي ما بشرط انه يكون من 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 الريجون فلان سياده الامين الام كلام ده ممتاز جدا واظن كثير من الناس ما كان عارفين الكلام ده الناس دائما بيتهموا الحركه الوطنيه انقاذ بيقولوا سياسه تكون سياسه تقسيم الدوله للاقاليم وكلام ده اتاكدت كونه كلام ده ما صحيح خلينا ندخل في النقطه الثالثه وهي نقطه ال سي ان دي بي الاطار الوطني الإطار الوطني ده ما موجود في كثير من دول العالم وانتوا صوتوا في الشات كلمنا كي الهدف منه شنو الأوبجكتيف منه شنو الأوبجكتيف ده الشات ده تيب قبل الديمقراطية ما تجي ذاتها الشات تيب من الهروب صحيح والتقسم وال بدون مفاهمة وبعدين إدريس دبي لما جاء في الحكم قال أنا جبت الحرية كل زول هر الحرية دي جابت التشاهدين شافوا وإرفوا كذا بكون الشيء ده سيكة حرية صحيح. كل زول عمل كل زول البقدر عمل حزب بعدين العذاب ده قاعدين عليه بقانتين في عذاب بخدموا مال الحكومه
في عذاب معارضين وفي العالم كله زي ده. صحيح. وكل مرة كان ماشين الانتخابات بعد الناس يعني بيجابدوا ويكون ديل مقابلين ديل ولا دواس ولا هراج ولا كده ولا خصم ولا كده. الرئيس شاف كده قال أني متشاهدين ده كله واحد. ليش نقول كل وقت بس ديل شايلين سلاح قال قاعدين برا ديل كان قاعدين داخل قال من الخاسمين ما كلام الملوك بس يعني الملوك ده الزول الله بدوره بس بنتي تعالوا كلنا كنا ننتصر بكان واحد نشوفوا كيف طريقة نمشي فوق انتخابات وكل زول بلقى حقه. والشيء ده من بداية بدو في سنة 2007 عملوا أكور بين الأحزاب السياسية المال الحكومة والأحزاب السياسية المعارضة والقاران يعني الدمين الأكور ده هو الرئيس خطوا الكوميتي دي سيفي أول مرة في الأفريقيا 2007 تمام خطوا الكوميتي دي سيفي الكوميتي دي سيفي ده خطوا بعدين قال سمع حسنا الرئيس ده عنده نية يخدم التشاهدين ده كله وأنينا اللواء بقول أنينا أن كونكور أو سفراج دي بيبل يعني الناس ديل بتريقين أنينا قول يمشي يصوتوا تمام لازم الناس كل لك النادم ونقول لهم كونوا هادين الأصابة السياسية الكل القادين في كذا المعروفين بكونا ده منستر دي الانتيرير أن تفوليو دو فانكشنمان أدو في السين دي بي تمام من المعارضة ومن ال حزب الحكومة إنكمان ماشين كده الكوميتي دي سيفي بيجي سين دي بي بيجي كادر راسيونال دي ديالوج بوليتيك تمام بتنزال والكادر راسيونال ديالوج بوليتيك دائما الغاران هو الرئيس بس الكادر راسيونال ديالوج بوليتيك دي يتكون كيف يتكون ده سوا بين الاوبوزيسيون وبين الماجوريتي في سنة 2013 شافوا كده قالوا لا السوسيتي سيفيل كله خليه يدخل فوق في الكادر يعني بيقوا ثلاثة ماشين كده هو شفت هسه كادر ناشونال ديالوج بوليتيك ده هو بس اللي بيديبليكي بخطو هو بس بخط السيني عجيب هو بس بيجيب الناس على السيني عجيب يعني بيكون مسوين سوا مشينا في الفورم قالوا خطوا كادر جديد لكن كادر جديد تخطوا ليه اللي انتوا سياسيين بس سوسيتي سيفيل ده ما قدمته الرئيس تاني لما الناس الماجوريتي لما الاوبوزيسيون لما الناس كلهم هاي تعالوا يا جماعه نحجب الانتخابات ده انا كرئيس الدوله ندور الانتخابات انا الديبيتي يكون وهنا الكومين يكون وهنا الرئيس ما معروف وقتها فكركم شنو الماشي يلا نمشي نخطوا السي ان دي بي الماشي خليه يقول لنا الزول كده قال انا ما ماشي ما في حتى الناس الما مشوا في الفورم اللي عارضوا الارض والكونستيتيسيون كي بفوتي كله ابو ما بارتيسيبي كل قالوا ما نعرف ادريس دي بيدير الرئيس كله قالوا ماشين ما اكو في الليل اول مره في افريقيا عجيب جو كله وقفوا مع الرئيس وقالوا خلاص نعملوا كادر على الديالوج ونشوف الـ الـ المستقبل شنو لمينا كيف نعملوا كيف 30 ناس يكونوا 15 من المعارضة و 15 من الحزب الماجوريتي جبنا ال 15 30 ناس ال 30 ناس قالوا عملوا اكور بروتوكول داكور ودوا للقران القران قال موافق قبلوا جابوا يلا خطوا بيرو البيرو يكون كم سوينا لواية داخلية البيرو يكون 10 ناس 5 من ديل و 5 من ديل كله خدينا تمام وحسا طول المناقشات بدو تمام نعملوا كيف نمشوا الالكسيون ولا نمشوا الالكسيون نمشوا الالكسيون اوكي الالكسيون كومينال كان نمشوا الالكسيون نعملوا كيف لازم نخطوا سيني السيني نخطوها كيف نخطوها باللوا هسا انينا عندنا في تابل لوا السيني البخطة السيني في مادة نقدمها للحكومة الحكومة تشيفة كان موافقة بها تسيني كان ما موافقة بها تخير زي نوافق فوقها ويسول لوا ونخط السيني والسيني يبدأ خدمته
وندخلوا ماشيين الانتخابات كل شيء ماشي زي ده. يعني اليوم ال ال الدور السياسي ده يعني متفق على الشيء الرئيس قابسي. حتى كان ناس المعارضة كان كل زول قام فجر وعمل كومينيكي كله كيف نمشي الانتخابات وكيف نعمله ده كله نحن متفقين. ممتاز. زول كده برا منا ما في. تمام. أنت ذكرت ده تكوين السندبي كونه كيف ده تذكرت منه. لكن دور تذكر لي اثنين بس من الأوبجكتيف هذا في المستقبل شنو؟ في المستقبل ده حس كده يعملوا اللواء في السنين دي يخطوا السنين. اللواء. وبعدين الكود الإلكترال. بعد الكود الإلكترال يمر السنين تمر الكرونوغرام عن الانتخابات نتفقوا فوقها ونمشوا الانتخابات ده بقوله بالفرنسي أبيزي وأكسبتي. تمام. خلينا حاليا النوكت خلاص قريب بنتهي. خلينا نخش في الكاتريم ريبوبليك. والكاتريم ريبوبليك ده شيء مهم جدا. الكاتريم ريبوبليك طبعا انت كنت مشارك معاهم في جلسات الكاتريم ريبوبليك من اول يوم الى اخر يوم انت مشارك معاهم وشفت النتائج اللي خرجوا بها. ندور نعرف فيزيون هكذا رؤيتك شنو الكاتريم ريبوبليك. حتى هل الكاتريم ريبوبليك دي ممكن تكون افضل من التراثيم ريبوبليك وفي شنو؟ جدا. الكاتريم ريبوبليك لما الناس بيقولوا هسه كل زول بيقول كاتريم ريبوبليك كاتريم ريبوبليك كاتريم ريبوبليك ده ولا في بلد جديد يعملوا فوق كاتريم ريبوبليك ولا في ناس جديدين بيجيبوهم ولا في انسان جديد ده بيجيبوهم بيعملوا فوق كاتريم ريبوبليك ولا في امكانيات جداد ولا في يعني شيء كده جديد يعملوا فوق كاتريم ريبوبليك. الكاتريم ريبوبليك ده هو باساج يعني زي الانسان عند التمر من حياتك هناك هنا هنا الطفل هنا بيبي تروح تمشي يفرد الصخير من اللبن يبدا يروح يبدا يعلم يكون شيء بعيد من أمه كده يجي لما بيجي بتهوره بيجي ببقى زول خلاص بدخل في درجه بقول له ادوليسان من الادوليسان بعدين الزول بينكلف خلاص بيجي ببقى راجل وبعد الراجل كان جوزوه ولا المره كان جوزوه خلاص تبني بيت وانت انسان تشيل تاريخك. الكاتريم ريبوبليك كده. الكاتريم ريبوبليك ده بس تغيير الفكر. الفكر. شغل كده اخر ما في. تغيير هنا الفكر. كل شيء اللي هجينا قبل ده، كل شيء اللي ما عديل لازم التشاهدين يخلوا عشان يطلعوا فوق فوق. الكاتريم ريبوبليك كان خطت انستيتيشن دول. اليوم الثلاثة ريبوبليك خطت انستيتيشن دول. القاتلين جات انسيسيون وادين مرقتهم انسيسيون وادين جابتهم الناس بيشيلوا الفكره ده بنشوفه قدام. كل انسان كان بيقول انا نخدم لي فيلاج هني لي كانتون هني لي سو بريفكتور هني لي لي ديبارتمان هني لي ريجيون هني لي نفري لي خالي لي امي جات ما يمشي الكلام ده سيل براسك برا. لازم القاتلين ريبوبليك ده يكون تغيير توتال هنا الكومبورتمان وهنا المنتاليتي. لكن في ناس في ناس بيكريتيكي الناس بيقول لك لا اذا كان كاتريم ريبوبليك ذاته بنفس الناس اللي كان قاعدين في السلطه نفس الناس والنوعيه دي كان قاعده في السلطه ده معناها ثاني ما جينا بكاتريم ريبوبليك. لابد نجي بشباب دماء جديده ناس عندهم فكر ناس عندهم علم لابد ندخلهم معنا حتى تكون لا ما كده. الشباب هنا ما يكفي. الشباب ذاته بدور له ريبير. الشباب ما النسور كله للشباب. الشباب يعلم ويجي فوق. الشباب بس لازم نخيروا أفكار هذا. أفكارنا عنينا ده ما عديل. ما ندوس الأفكار ده للشباب. الفضلك نخيروا الأفكار ده للشباب نخيروا الأفكار ده لكده أنت من أنت من الجنوب أنت من الشمال أنت من الوسط أنت ده كده أنت ده كده لازم ما نقولوا للإيال ده للشباب ده عشان الشباب بشيل أجاد واحد بمشي فوق. حتى كان فيها ثورة. الثورة والناس مارجين من التراب من مكان آخر بيجوا بيعملوا ثورة. الثورة ما من الناس داخل بيعملوا ثورة. وده الثورة بس هو. مشينا من ترازم ريبوبليك لكاتريم ريبوبليك. يعني كان مشي للثورة. الثورة لازم تغير عقليا. الناس بيقولوا زمان الثورة هو قوة ماديا ومنويا للإنسان كده ما بيقولوا كده زمان في 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 أيامات الثورة. التغيير هنا العقل. التغيير هنا الإنسان. التغيير هنا يعني الإنسان يكون سيفيك. يفوق يلقى سيفيسم. الإنسان يكون باتريوتيك. يفوق يهيب بلده. في حاجات واجين الناس بيقولوا ما ممكن في تشاد بيقولوا ده ما ممكن في العالم ما في. في العالم ما في.
زول بقول والله كاد ما ينفع. ده كلام ده كيف ده؟ ده قاعد وده قاعد أربع مليون. ده كلام كيف يا علي؟ الشادية ما بنفع. لكن كون البلد ما تنفع ده كلام. إيسا ما ينفع، جاك ما ينفع، موسى ما ينفع، ماليش. لكن الشاد ما لا. لازم الناس يحبوا بلد. إنسان كان حبيت بلدك تكون يعني حب الوطن ده هو ذات إيمان. صحيح. إنسان أنت ما تحب بلدك تخدمه كيف؟ إنسان تقوم فجر تقول أنا ده لازم اليوم ده نلقى شيء كده متلقى من وين؟ ما إلا من داخل هنا. صحيح. كان تقول شاد ما ينفع تلقى فوق كيف؟ ما تلقى. كلمة الشيء ده ذاتك لازم أنت الجورناليست تحج فوق كثير في كلام حب الوطن ده. حب الوطن ده هو شيء ثاني. هسا انتوا قلتوا برا في بلدان العرب ده تمشي في بلد عربي تقدر تعير بلده؟ ما تقدر. ممكن تقدر تعير بلده ما تقدر تعير. ايوه لازم الشاد يكون كده. هذا هو الكثرة ريبوبليك. لازم الناس يغيروا الافكار القدام ده عشان يمشوا في وقت جديد. في بعض من الناس خلاص بدوا يعني يمرقوا من الكلام ده، لا بدا يمرقوا من الدور السياسي ولا الحكومي ولا الاداري عشان ماشيين الريتريت. لازم الشاد الشباب الجايين ده يكونوا ناس متأدبين ويحبوا بلدهم ويخدموا بلدهم وما يدخلوا في التريباليزم والنيبوتيزم وكده. ده التخيير. ما الكلام دي سيادة الأمين الآن كلامك ده جميل جدا. كونوا الناس لابد يوعوهم ولابد نعلم الشباب القايمين دهابهم جداد كونوا لابد يحبوا بلدهم. الكلام ده مهم جدا. لكن المطلوب من الحزب الحاكم حزب الحركة الوطنية لإنقاذ الحاكم أيضا المطلوب منكم كونوا لابد تدوا الدعم، الدعم المادي والدعم المعنوي لكل الناس عشان تقدر تقوم بتوعية. التوعية دي مهمة جدا. انتوا قموتوا بالبناء لهم، بناء لهم فنادق واوتيلات وطرق ونجمينا وشات كلها تشهد بنية تحتية، لكن الدماغ ده حتى اليوم فاضي سيادة الأمين العام. ده محتاج من لا ده شيء يعني بنادو سنسيبيليزاسيون وبنادو توعية انيماسيون بوليتيك. وده لازم كل نرى كلمت انا للأحزاب السياسية المندمين معنا المعالفين معنا لازم نقوم وندخل في البلد ده والكلام ده نكلمه للناس كله. لازم عقليا كده التشادي ده يتغير. والشيء ده خدمة نهزب خدمة الأحزاب السياسية ما خدمة الحكومة. الحكومة تربع منا بس. صحيح. الأحزاب السياسية ده لازم يقوموا ويعملوا شيء ده. هاي خيروا هاي خيروا هاي خيروا. زي نقوموا هاي فوتي فوتي نقول لهم خيروا قبل. خيروا كونوا واحد. والشاب ده أكاد ده مهما يكون الحال أكاد ده واحد ما ينقسم. تمام سيادة الأمين الآن الوقت تقريبا خلاص انتهى. المندورة منك نعرف استراتيجية الحزب في الوقت الراهن في كاترين ريبليك. لأن اليوم شفنا رئيس الجمهورية بيقوم بزيارات مفاجئة بس ما بدون علم بيقوم بزيارات مفاجئة. ودي كثير من الناس دي قالوا عندها إيجابيات كثيرة جدا وحاجات يعني بوزيتيف حقها أكثر. ندور تورينا سياسة الحزب شنو في الوقت الراهن في كاترين ريبليك ده، شنو اللي إم بي إس يعمل في كاترين ريبليك ممكن الدولة تتطور وتتقدم والدولة تمشي في المرحلة الماشي فوق أسا حاليا البدت ده. شنو السياسة الجديدة؟ السياسة الجديدة ما حصل الكاترين ريبليك ماشي لما دام سياسة جديدة هنا الإم بي إس. تمام. والشيء ده إم بي إس شافه ومشى في كونغري وأنت برنامج للرئيس وقال البرنامج يتنفذه الرئيس أسا قاعد ينفذ البرنامج ده. ما فيش برنامج تاني ما شيء جديد. إم بي إس عمله بدل قاعد خدت البرنامج عن براتيك خلاص عنين نبدو ونكرر الطريق ده نودو تمشوا معايا طوالي. سيادة الأمين العام كلامك حلو لكن الوقت كمل. كلمة أخيرة توجهها للمواطنية كجادين كيف يمشوا مع كادر من الريبليك، والكلمة توجهها لأحزاب السياسية. خلي يحبوا وطنهم بس. خلي يحبوا وطنهم خليه يخيروا أفكارهم خلوا منهم الغبلية. الغبلية دي تقتلنا والله. الغبلية دي ينقص الشات. صحيح. الغبلية ده ما يمشي بكان. صحيح. لازم كل زول يحب وطنه يحب الشاد يقوم الصباح يقدر كان ما يقدر كله خليه خيط الدرابو هنا الشاد يخطه في خشم بابا. أنا يوم من الأيام مشيت تركيا سنة 2007 ممكن مشيت تركيا وبين المعارضين المتمردين الكرد ما الحكومة ممكن لموا في الدواس وجندي واحد بس مات. جندي واحد تركي مات. كل شبابيك ده عن البيوت ده عندهم درابو. عجيب. كل زول يفك الشباك ويخد درابو عن تركيا.
عجيب تهب الوطن. يا جماعة والإنسان كان بيحب وطنه ده بوصل بس صحيح. يا جماعة الإنسان كان بيحب وطنه بوصل. كلمة أخيرة من سيادة الأمين العام والأي أو سيادة الأمين العام بيقول لنا العنصرية ما بتودي الدولة قدام، لابد نخلي مننا العنصرية والقبلية وكلنا نحب تشات. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر سيادة الأمين العام محمد زين بدر عباس الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS كان ضيفنا في برنامج قضية الحوار. شكرا سيادة الأمين العام. شكرا جدا. أشكركم على كرم الله وسنلتقي إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته. شكرا سيادة الأمين العام.